وتملأ أرواحكم ويتابعها كل أبناء الكشافة. ومقترحات تكون من شأنها أن تكون يعني مقترحات كشافة أعمال للسيد والي الولاية. فاليوم الكشافة الإسلامية الجزائرية تتجاوز في عدد منتسبين إليها في مختلف أفواجها 200,000 منتسب. هذا الرقم لم يكن ليتأتى إلا بجهود قيادات ومتطوعي الكشافة الإسلامية الجزائرية، ونحن نعمل اليوم على تحقيق مشروع هام، والذي كان بتوجيه من رئيس الجمهورية، وهو بلوغ رقم 1,000,000 كشاف، وذلك تأسيا بعدد شهداء الجزائر وهو 1,500,000 كشاف.